لو الحكاية فيها إن فيتو نيجي كده عشان بس نشوف الحاجة عايزين احنا نيجي كده على بالك على بالك كده عشان نشوف ربنا ادانا يعني الحمد لله فازاي احنا نستغل هذه الشمس فمن ضمنها هو استغلال الشمس لتوليد الكهرباء وخاصة احنا عندنا مشكلة في انتاج الطاقة في مصر حسبنا كمية الصبتين اللي موجودين عندنا لانهم محتاجين حوالي 17 كيلو وات اور تشغيل طيب انا عملنا الكلام ده وعملنا وحدة خلايا شمسية تدور هذه الصوبات اذا ممكن احنا نستغلها ولكن الموضوع هنا عاملينه بشكل مختلف شوية الـ احد مشاكل الطاقه الشمسيه هي البطاريات ان انا اعمل بطاريه واخزنها في الليل والكلام ده كله احنا ما عملناش الكلام ده احنا عملنا الخلايا دي ولكن بدل ما بضخها مباشره على الصوبات احنا بنضخها على حاجه اسمها الخط الكهرباء العمومي فانا الجامعه نفسها كلها بتدفع في الاخر كهرباء كل كيلو وات انا بولده من الطاقه الشمسيه بوفره من العداد الرئيسي